حواسير وجوازير. هنحن في وقفة جديدة من وقفة النضال احتجاجي من أجل الحصول على الفرصة في إطار فرصة الاندماج في الوظيفة العمومية أو وظيفة أو فرصة الاندماج في الجامعة المغربية كأساتذة باحثين جامعيين. نحن هذه تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات ونحن في انتظار حل قد يأتي وقد لا يأتي. للأسف الشديد الحكومة لا تسمع لنا، لا ترانا، مغيبة، لا تنزل من عليائها. كل جل من المسؤولين سواء كان رئيس الحكومة السابق أو رئيس الحكومة الحالي أو وزير التعليم السابق الحسين داودي الذي كان السبب الرئيسي في هذه الكارثة التي نعانيها، هي كارثة البطالة أو العطالة المستمرة منذ 6 سنوات أو 5 سنوات. إذا لم ينزل لينا أي مسؤولين إلى أرض الواقع، جلهم لا زالوا في كراسيهم المريحة في غرفهم المكيفة وفي برجهم العالي بدون أي شعور بالخزي أو العار. لم ينزل إلينا إلى أرض الواقع ليحاورنا وليطالبنا ويقول لنا ما بكم، ما بماذا تعانون، بماذا تعانون. للأسف هذا الملف طال انتظاره. إذا لا منجلى لنا اليوم بعد ما أن وصل سيل الزبا إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيد السلطة العليا في البلاد، هو الذي بإمكانه أن 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 يجد لنا أو يحلحل هذا المطلب، هو الإدماج في الجامعة المغربية كأساتذة جامعيين، لأن البطالة أو هذه الفئة عانت من ما عانته من بطالة مستمرة منذ 2015 بسبب المرسوم الذي أصدره وزير التعليم العالي آنذاك الحسين داودي، المرسوم المخصص فقط للموظفين، المرسوم بالمناصب ما يسمى بالمناصب المحولة أو لي بوست دو ترانسفورماسيون ريزيرفي دونك بور لا بليبار، دونك 80% بور لا بليبار او فونكسيونير ديتا. ونحن نعاني ولا زلنا نعاني في انتظار الحل من صاحب الجلاله محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم وايده واطال الله في عمره.